السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد، فلوج جديد، احداث جديده في القناه. صباح الخير. بعدا انا بديت لكم اليوم لا فيديو بحماس وتحفيز، ونكونوا شويه همه همه يا شباب، كيف ما كنقولوا نكونوا شويه حماسيين في الشقه ديال الدار. اليوم روتين طرطق، غادي نجمع الدار كامله. انتم عارفين من بعد السفر جينا ارتاحينا واحد النهار، نهار واحد اللي ارتحت صراحة. انا راه لي فيا ما هناني، نهار واحد اللي ارتحت ولا غدا ليه صبحت على هاد الروتين هذا. كيف ما كتشوفوا كنصور لكم هاد الروتين هذا، نهار ثلاثة بالضبط مور الصفر. كتبان لي الدار كامله، هي راه كانت مجموعه سورتو بيت النعاس، لان حنا ولينا كنفرشوا. دابا تشوفوا معايا واحد الكوبا اللي كنفرشوا فيها في الصالون بيت النعاس، ولينا ما كندخلوش ليه كاع بزاف، كندخل غير باش نمسح بحال هكا ونفوه ونبخرو ونرش شويه ديال البارفان على الفراش وصافي. هذا الشيء اللي كاين هنايا. بديت لكم بيت نعاس هو الاول، قاديتو كيف ما قلت لكم، دوزت هاد لاسبيراتور هادي اللي كتهنيني الصراحه، سورتو عندي دوك الزربيات ديال بيت نعاس راه مدوزين معايا قدام واحد شويه، ودغيا كيشدوا الخمله، كتهنيني الصراحه. هكا كنرش واحد شويه ديال البارفان اللي كتكون البارفان اللي هي اللي عزيزة على عادل بالضبط، واللي عزيزة عليا حتى انا الصراحة، كتعجبنا بجوج، زوينة بزاف باش كتبقى ريحتها في البيت نعاس. وكنسد وكنمشي بحالاتي كندوز لجهة الصالون، هادشي كله راه قبل ما تفيق ليا سيليا، حيت الا مشات تفاقت سيتي الحسن تما بقينا. انا دزت للصالون راه وريتكم تما المانط ديالنا اللي كنعسو فيهم، فيهم واحد الكويت وواحد ثلاثة د المانط باش كنرو ليهم بحال هكاك، وكنخليهم حيت ما كاينش عندي حتى شي حد، كنخليهم بحال هكاك النهار كله. منين كنكونوا غنعسو كنعاود نرو ليهم، نردهم لهادشي، كندوز عليهم لاسبيراتور وكنتكاو، حيتاش الصراحة صهد بزاف بيت الناس عندنا مصهد. وفي نفس الوقت عندي واحد الإشكال ديال اللابتوب ديالي، بيسي بورطابل، ما بغاش يعطيني الصوت في التلفازة اللي عندي في بيت الناس، وحنا متبعين واحد المسلسل تركي اللي كنتفرجوا فيه، داكشي علاش دابا كنكونيكتي اللابتوب مع البيسي اللي عندي هنايا في الصالون. هكا كندوز على الصالون تا هو كاملو، شوية 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 راكم عارفين ضروري شوية يمسح الإنسان الغبرة، وخا الصراحة الشراجم كاملين راه بقاو مسدودين، ما دخلت الغبره لا والو، ولكن انا خاصني ندوز ديك المسيحه خفيفه. سورتو الغبره انا دايره لها واحد البروغرام، كل مره في 3 ايام كنمسح الغبره كامله ديال الديكورات اللي في الدار ديال، المهم كندير داك ماشي التنظيف العميق، ولكن تنظيف سطحي هكايا، كنمسح بواحد الشيفونه واحد البرودوي ديال الزاج، وكنمسح بواحد البرودوي واحد اخر اللي كنخلط معاه الخل، وكندير فيه شويه ديال المعطر اولا الروح ديال البارفان اللي كتعجبني حتى هي، باش كيخلي ليا الحاجات فيهم ريحه زوينه، سورتو بالنسبه للسالامونجي. اما هكايا بالنسبه لهادو كنمسحهم غير بالبرودوي ديال الزاج كيف ما كتشوفوا في لا فيديو. المهم غندوز على كلشي مسحه خفيفه ونخليكم مع الفيديو. تاني غتشوفوني استعملت البارفان كيف ما قلت لكم من قبل، حيتاش كنحماقوا عليها، وكتبقى الصراحه كتبقى في الفراش وكتبقى في لي ريدو فحال هكا زوينه ريحتها. ملي كيدخل عندك شي حد، واخا انا راه ما كيجي عندي حتى شي حد بيني وبينكم، ملي كتدخلي غير انتي للدار كتكوني خارجه تسخري ولا خارجه خدمه ولا خارجه قرايه، كتدخلي للدار كتضربك ديك النسمه ديال البارفان اللي كتعجبك، واو الصراحه واحد الراحه نفسيه كبيره بزاف. هاد الكرسي مسكين تعدات عليه سيليا بالستيلو كل زوقات، ودرت ليه جافي، الا كنتو كتعرفوا شي برودوي اللي كيحيد به الستيلو من الكوير عافاكم، نصحونا به في لي كومونتير ناخذو، حيتاش سيليا ما خلاتش ليا داك الكرسي نقي ولا حالته حاله، وليت كنحشم وحق الله. هكا البيرو ديالي تا هو دزت عليه مسيح خفيفه، وقديت دوك الوراق اخوتي راه كنعيا ما نقاد فيهم، ولا السوري والكلافي ونعيا ما نقاد فيهم، نمسحهم كتجخمرهم ليا تيليا، كتكون كتاكل وكتفرج في المخيات اللي كتفرج فيهم في البيسي، وكتروي ليا الدنيا. دوك الوراق راه كنقادهم بحال هكا كتعاود تجبدهم لخت لي عاوتاني كنقادهم، كنلعب انا وياها بحال كاشكاش، كترد ليا داكشي كله مرون. انا دابا راه كنمسح ونقد باش ناخذ واحد الشويه ديال النفس قبل ما تفيق هي، وترون عاوتاني داكشي كله اللي شفتو اللي كنقاد. هكا دوزت حتى على التلفزه تاع هي بداك البرودوي ديال الزاج كيف ما قلت لكم، مولفه الصراحه كنمسحها بواحد البرودوي اخر، وكنمسحها حتى بالخل كيخليها كتلمع ونقيه بزاف.
يكون ساليت ومسح داكشي كله، قوه الوسواس باش ما تقيسش ليا سي ليا في شي حاجه موسخه ولا هذا. كنكون ساليت كنسد السراجم ديالي انا من النوع اللي ما تعجبنيش السراجم يبقاو محلولين بزاف اولا النهار كله. هذاك الصوت ملي ديما كيبقى نصاصي، علاش؟ حيت كنحط فيه الماكله الفريخات كما شفتوا معايا قبيله، كنحط لهم الماكله والماء كيبقى نصاصي بحال هكاك باش كنلقاو الفريخات فين يضلوا وفي نفس الوقت فين ياكلوا. انا جيت نجمع هاد الصالمونجي هذا ولقيت سيليا باقا ناعسه باقا كتشخر، مازال ما بغاتش تفيق حيت فاقت الصباح بكري مع السبعه كلات وعاودت رجعت نعسات. جيت نجمع هاد الطبله هذه اللي مسكينه شوفوا كي صبحات حالتها حاله، وغنبدل هادوك الطابيات ديال لي زاتيات حتى هما حيدتهم باش نمسح الطبله كامله بجافيل ومعطر والخل كلهم مجموعين في هذيك القرعه اللي كتشوفوا كنرش بها. انا غنطوي لي هادوك شنو سميتهم دوك الطابليات ديالها اللي كتاكل بهم، وجبدت هادوك الاخرين دوك الطابيات الاخرين باش غادي نفرشهم في سالامونجي. حيت انا الغدا كان العشاء بلوتو كنوجدو بكري، يعني ملي غنسالي هاد الروتين هذا اللي شفتوه غادي ندوز نصوب شي طويجين ولا نطيب شي حاجه. الصراحه داك النهار انا دابا راه لا غدا ليه، الصراحه كنت طيبت العدس وقيله كنت طيبت شويه العدس وشويه د الحوت هو اللي كنت طيبت، وكان وجد لي زاسيت بحال هكا كيبقاو محطوطين كنبقى هانيه ملي كتوصل وقت العشاء غير كيتمسحوا، وكنبدا نحط الماكله. واصلا حنا كنتعشاو بكري عادي اللي كيدخل كنبدا نسخن العشاء وكنحط، داكشي علاش انا ديما كنطيب العشاء بكري. هذا مكان حيت كيعجبنا نتعشاو ونبقاو نتفرجوا شحال عاد نعسو، ما كيعجبناش ديك ناكلو نمشيو نعسو نيشان، كتبقى الكرش منفوخه الصراحه وما كيرتاحش الانسان في الناس. ايوا هذا مكان كنعاود نقاد طبيلتي، هاد المره درت طبيصلات حيت الكحلين ودرت البيضين خليتها ماما بلون نوار. انا جيت للدريسينغ اللي حتى هو كان حالته حاله، كلشي مرون كلشي 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 مرون فيه مرصفه راكم عارفين. شوفوا واحد الكميه اخوتي، واحد الشبكه ماشي شبكه، جوج شبكات، شبكه وهزه كميه جوج شبكات ديال الصابون اللي خصها تمشي تصبن في الماكينه وفي السطح، ولكن ما نطلعهمش للسطح انا نحطهم في الدروج كيف ما تشوفوا في لا فيديو، حيت ما نقدرش نديهم حتى للسطح راكم عارفين السطح بعيد عليا بزاف، وانا دايره الماكينه الصابون تما. انا كنخوي السيكان اللي جبنا معنا من الصفر باش كنشوف ياك ما كاينه شي حاجه اللي غتخسر وشي حاجه اللي غتحيد باش السيكان يمشي يتغسلوا اولا يتصبنوا. خويت المكياج ديالي كامل وكل حاجه رتيتها لبلاصتها، اي حاجه بانت لي خصها تلاح كتلاح، اي حاجه خصها ترجع لبلاصتها كترجع باش يبقى عندي داكشي متول ومرتب وما نبقاش ديما مخربقه في دماغي وديما كنقلب على الحاجه وما نلقاهاش. هاد لاطخوس هادي كنديها معايا في الاسوار ولا ملي كنكون خارجه لشي بلاصه وخصني ندي معايا المكياج حتى نديرو في الطوموبيل اولا تنديرو في البلاصه اللي خاصني نمشي ليها. داكشي علاش كتنفعني كنحطها في البلاكار التحتاني ديال الكوافوس باش كتنفعني ملي كنبغيها كنعاود نجمع فيها المكياج. كيف ما كتشوفوا راه خرجت الحوايج باقي تيخرج ليا الدكديك، باقا تنوصل لهذيك الشبكه كيف ما قلت لكم هذيك راه شبكه وعامره بقيت جوج شبكات. باش نرتب هذاك التريسين كله يتقاد ويتول ويتمسح حتى هو كل حاجه كترجع لبلاصتها. دخلت شديت راسي تبارك الله سمي بطاطوس نيدله ديال سيليا حتى هما زادوني بهمهم. انا كنت حاطه واحد المجامر صغير كنديرها فيه البخور باش كتبقى لي ديك ريحه البخور في الحوايج وفي الدار كامله، بقيت كنضحك على راسي داك المجامر قديتاش. ايوا صافي هنا هاد الحوايج ديال سيليا كنت خديتهم من السواكي كيبقاو معلقين تما ما عرفتش علاش، المهم خصهم يمشيو ولا شومبر ديالها. انا الحوايج اللي تصبنوا واللي كانوا غير تجبدوا من الماريو صافي بقاو محطوطين، انا عاود نطويهم ونحطهم في الماريو ورجعهم لبلايصهم. وهانتوما مع لا فيديو. الحاجه دي بزاف منكم سولوني عليها اللي هي الكادو ديال عيد زواجنا. طبعا بزاف منكم صيفط لي ميساج قالوا لي شنو هذاك الشيء اللي حطاه الفوق اللي قلتي لنا جبتي الكادو ديالك. المهم انا خديت ليه هادو لوريجينال ديالهم هاد لا مارك ديال لابولو كامبان.
صراحه هاد البيجامات ديال الساتان كيحمقوني ولكن كيفقصوني في نفس الوقت، سورتو ملي كتكون 3 بياس بحال هادي اللي لابسه دابا انا، هذاك الديباردور المدخلاني كيبقى يطلع وكيبقى يزلق لك البينوار، وكتبقاي كل مره خاصك تقادي، كل مره خاصك تقادي. انا حتى البلاكار ديالي حتى هما درت لهم حتى زعما الحوايج اللي كانوا مطويين حتى هما درت لهم الريحه اللي كتعجبني عاوتاني، باش هما كتبقى فيهم ريحه زوينه وكيبقاو مرتبين بحال هكايا، كتبقى فيهم واحد الريحه ملي كتمشي تجبدي الحاجه تلبسيها كتشهيك انك تلبسي. البطاطس ديالي حتى هما مدوخين ليا راسي، جيت هنايا باش نتقاد الصبابط، وغتلاحظوا ان الصبابط تقريبا كاملين ديالي كاينين شي 4 الصبابط هما ديال عادي المسكين، حتى من البلاكار ديالو اللي خاصو يكون خاص به حتى هو كنحط فيه صبابطي انا وسيليا. يعني حنا اللي مسيطرين على البلاكارات ديال الصبابط. قديت هذاك وغنمشي لاخر وغنلقاها باقي صبابطي تما وصبابط سيليا حتى همايا، عادي المسكين عنده كيف ما قلت لكم غير شي 4 صبابط وصافي، الباقي كلشي العيالات هما اللي كيسيطروا على الوضع. ونشوف الحاجه اللي ناقصاني باش نشريها معايا ملي كنكون خارجه على شي متقطع. روينا الكوزينه كلها مروحه، حين بلايت الكوزينه كلها 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 مروره، بقى نجمع هادشي كله استغفر الله. وكنحاول قبل ما تفيق ليا سيليا مابقاش عندي السوفل الصراحه، خصكم شرفات. غنحاول قبل ما تفيق ليا سيليا باش نسالي هادشي كله، وغندير واحد التبريمه ديال الحمام وندخل يا لالا نتفرك، خصوصا بعد السفر نتوما كتعرفوا ان الانسان كيجي عيان 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 بزاف. وانا خلاص انا حاله خاصه، انا جيت ماشي غير عيانه مدقدقه وهكاك، وكنقول عادي العافاك عادي الويكاند الجاي متفقين نمشيو عاوتاني شي بلاصه اخرى. ايوا المهم الو هادو ساعتي غنكمل هاد الروينه هادي الكوزينه بعدا نقيه، غير ديك الروينه اللي كاينه دابا الماء اللي غيديروا في الماكينه هاد التيروار هذا يتمسح هو اللي ما قصناش. داك مع جات السيده عاونتني وما قصناش ما وصلناش ليه، والفرن خصو يتبدل ليه الالومنيوم ايوا صافي. المهم كاين شقه كاين. ايوا المهم نقدر نخليكم هنايا حيت لا فيديو تجي طويله بزاف، انا نكمل هاد الروينه هادي راسي، نمشي نحيد عليا البيجامه هادي، نحيد عليا بلوتو غير هاد البينوار هذا باش نكون مفوهة، ما نصور ما والو. استغفر الله. تهلاو لي فراسكم، واذا كنتو جداد على القناه ما تنساوش انكم تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد بالنسبه للقناه. هذا ما كان احبابي، بوسه كبيره لكم، نهاركم مبروك، باي.